ليه؟ بص يا كابتن، يعني في اكتر من جلسه الفتره اللي فاتت بين عبد المنعم مسؤول النادي الاهلي والكابتن خالد بيبو تحديدا. عبد المنعم عايز يعدل عقده، وعدوه بالتعديل مقابل ان هو يمدد عقده لغايه 2025. جاله عروض، جاله عروض من اكتر من مكان، لكن هو قالوا له لو هتعدل العقد نمدد لغايه 2025، واتفقوا معاه ان هو لو جاله اي عروض بعد افريقيا او بعد كاس عالم الانديه وشايفين ان العرض مناسب ليه ماديا ومناسب للنادي الاهلي هيوافقوا على رحيله بعد افريقيا. لو جاله عرض مالي كبير يليق بالنادي الاهلي ويليق بمحمد عبد المنعم اللي هو افضل مدافع في افريقيا حاليا.